بسم الله الرحمن الرحيم. معاك الدكتور أسامة عبد الحكيم، استشاري طب جراحة العيون الكفون والحول بالتخصيص، مستشفى المغربي في مدينة دبي الطبية، وفي جمهورية مصر العربية في مراكز طبيبي بالزقازيق. أول حاجة أنا سعيد بوجودكم معايا النهاردة. الوقت متأخر، بس إحنا بنحاول نجرب مرة وقت بدري وقت متأخر، مش عارفين أنه وقت اللي بيكون أنسب. إن شاء الله تكون النهاردة اللايف حاجة جديدة شوية. بأمانة اللايف النهاردة هو فيديو، يمكن أو مجموعة فيديوهات أنا شفتها كذا مرة، ويمكن من حوالي سنتين تقريبا يعني، أو سنة ونص، يعني يمكن سنتين سنة ونص مش فاكر أوي بالظبط، لكن هي من الفيديوهات اللي بتأثر فيا جدا وأثرت فيا، وكانت يعني على الرغم من العمر الطويل ده، لكن من سنين طويلة في يعني شغلي في الحول، لكن من الفيديوهات اللي أثرت فيا أنا شخصيا قد إيه الحول فعلا مضر، وقد إيه بيضر نفسيا، وقد إيه كلمة تنمر لما بنتكلم عن الحول هي كلمة حقيقية، يعني مش مجرد كلمة بنطلقها وخلاص يعني. فأنا كنت بسجله تسجيل عادي خالص، وفوجئت إن هو اتغيرت المنحنى بتاعته وانا ماشيه، لدرجه ان هو فعلا كان مؤثر جدا جدا. تعالوا نشوفه ونتعلم منه شويه حاجات برضه في الحول، يعني هو الهدف منه زي ما اتكلمنا قبل كده ان احنا نفهم الحول ونتعلم منه شويه حاجات، وكل اب او ام اي حد يعني عنده نفس المشكله يبقى فاهم بعض الامور اللي من مره في مره من مقابله في مقابله بنحاول نشرحها، ونشرح ليه ده بيحصل وايه اللي بيحصل، والدكتور بيشخص ايه وبيعالج ايه، يعني بتبقى بنحاول يبقى فيه مجموعه فوائد وبتتجمع بالتدريج كده لغايه ما يبقى اتعلمنا شويه حاجات من ناحيه الاب والام، مش من ناحيه الطب، مش من ناحيه الطبيه، من ناحيه الاسريه، او من ناحيه الحاجات اللي الاب والام بيحاولوا يفهموها في علاج الحول او في تشخيص الحول، وبالتالي يبقى لها مردود. يعني نبتدي الاول بالحاله بتاعه او بالحاله بتاعه النهارده اللي اسمها عبد السلام، استاذ عبد السلام او شيخ عبد السلام، هو شيخ إمام مسجد ومعلم القرآن، وكان جه كشف عندي بيعاني من الحول، وده كان الحوار اللي بينه وبينه. هو عنده حول العينين بره العين الشمال، احكي لي كده ايه اللي حصل في العين اليسرى دي، ايه اللي حصل فيها؟ كان فيها ميه حادثه زمان ولا ايه اللي حصل فيها؟ لا، ميه بيضه فيها؟ ميه بيضه فيها. انت شفت؟ شفت التقرير من دكتور محمد. في جالي بسوي لك عمليه بعد نسوي دكتور الحول. طب احكي لي ايه الحادثه يعني، ولا كان ايه الميه البيضه اللي فيها؟ هذه في عندي تاريخ طويل، في 96 كان الشيخ يدرسني القرآن وضربني بالخطأ. فحصل فيها مية بيضاء من ساعتها يعني. حصل فيها مية بيضاء. انت حضرتك منين؟ من المغرب ولا من المغرب؟ من المغرب، يا اهلا وسهلا. هو هنا هو اللي حصل عند الشيخ عبد السلام، ان هو صغير كان عند الشيخ بيحفظه القرآن، وكان عنيف عليه شوية فضربه بالعصاية على عينيه، طبعا اكيد ما كانش متعمد، فجانه مية بيضاء في العين دهيا وراح فيها النظر، ده وهو صغير، هو طفل يعني. طيب، هو حول خارجي كتير في العين الشمال، خليك بص كده على العين اليسار. في ناس كتير جدا بتستغرب لما بنكشف عليه هنا عند السهم، بنلاقي العين طالعه لبره، يعني العين رايحه على بره، ده بيسموه حول وحشي، او حول احنا طبيا بنسميه حول خارجي. خارجي عشان ناحيه الودن، بنميزه عن الحول الداخلي اللي هو ناحيه الانف، فده اسمه حول خارجي او حول وحشي زي ما الناس بتطلق عليه باللغه العربيه. فالعين طالعه لبره، والعين الشمال دي فيها ميه بيضاء والرؤيه فيها ضعيفه نتيجه الاصابه القديمه اللي هي حصلت عن طريق الشيخ اللي كان بيحفظ القران من المغرب، لان هو مغربي. ان احنا ممكن نعمل عمليه في اليمين، بس احنا هنعمل لك العمليه في الشمال، لكن احنا لو حطينا المنشور ده قصاد العين دي كده، بص على النور بتاعي كده، بص على النور، ايوه، هنلاقي ايه الحول تقريبا شبه اتصلح، يعني احنا حركنا العين اليمين بس الشمال اتحركت معاه. بص على النور بتاعي كده، ايوه، ركز على النور، ايوه، ركز على النور بتاعي، ايوه كده الحول بيظهر. بص على النور بتاعي كده، بص على النور، ايوه كده. لو حطينا حاجه على العين هنا، حاجه مهمه جدا في مفهوم الحول بتقابلني على مدار 30 سنه، وبيبقى شرحها صعب جدا. احنا لو شفنا الحته اللي فاتت دي هنلاقي الحول في العين الشمال، بس انا حطيت حاجه قصاد العين كده، اليمين لو حطينا وراحت حاجه على العين الشمال متحركه والحول اتصلح. يعني هنا في حول، وهنا هو لما أيوة حطينا كده المنشور او حطينا الحاجه حاجه على اتحركت العين. الناحيه التانيه. فالحول دايما بقول هو مش مرض في العين، الحول ما هوش مرض في العين، هو مختلف عن الميه البيضاء، مختلف عن الشبكيه، مختلف عن الامراض اللي هي بتاعت العيون. يعني واحد عنده ارتخاء في الجفن في العين اليمين، مرض ده مرض في العين، اما الحول له علاقه بين العينتين، يعني العينتين دي محوله بالنسبه للعين ده. طب يعني ايه العين محوله دي بالنسبه للعين دي؟ يعني زي الميزان كده،
الميزان ده الكفه دي نازله بالنسبه للكفه دي، بس مش لكل الكفات اللي في العالم كله، ففي كفه نازله وكفه طالعه، بس مش على المطلق، يعني مش دي طالعه لكل حاجه في الدنيا، لا دي طالعه بالنسبه لدي. طب دي طالعه بالنسبه لدي يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا حركت الكفه دي، يعني لو خفيت الوزن هنا الثانيه هتتحرك معاها وتنزل، ولو انا زودت الوزن هنا الثانيه هتطلع، او اشتغلت على الناحيتين. ففي الحول لو الحول في عين واحده انا اقدر اشتغل في العين الثانيه، لان هو علاقه بين العينتين، علاقه بين العينتين، يعني اي حاجه بعملها في العين دي بتسمع في العين الثانيه على طول. وبالتالي لما بنيجي نعمل العمليه ممكن نعملها في العين اليمين، ممكن نعملها في العين الشمال، ممكن نعملها في العينتين، حسب ما الجراح بيقرر هو من واقع خبرته ايه الانسب للمريض اللي قدامه، ايه اللي بيديله نتيجه اعلى يعني. فهي علاقه بين العينتين وليست مشكله في العين، يعني مش لازم عشان الحول في العين الشمال يبقى انا اخش اعمل عمليه في العين الشمال، بدليل ان انا هنا ما جيش ناحيه العين الشمال خالص وحطيت منشور على العين اليمين، او حطيت حاجه على العين اليمين تحرك العين اليمين فراحت الشمال متحرك، يبقى معناته ان انا لو عملت عمليه في اليمين كانت الشمال الحول هيتصلح فيها. بس طبعا الظروف عبد السلام يعني مش، طبعا الكلام اللي بقوله ده مش بيبقى دايما مستوعب، وان كان في الاطفال بيبقى بناكد عليه وبنقدر نمشي فيه، لكن لما يكون واحد نظره ضعيف في عين واحده وتيجي تقول له هعمل عمليه في العين الثانيه عشان اصلح دي، بيبقى قلقان جدا وخايف ان دي العين اللي بيشوف فيها وبيرفض الموضوع ده. ففي الحاله دي بنقدر نعمل في العين طبعا المصابه، يعني انا اقدر اعمل في الشمال بس، اقدر اعمل في اليمين بس، اقدر اعمل في الاثنين. دي كقاعده عامه في الحاول. احنا بقى في بعض الاحيان بنخصصها ونخليها في عين واحده، نخليها في العينتين حسب الحاله وحسب خبرتنا وحسب، لكن ما نستغربش ما نستغربش ما نستغربش لما يكون عندي مريض عنده حول بقول له انا عامل لك عمليه في العين الثانيه، عنده عين فيها حول انا هقول اعمل لك عمليه في العين الثانيه، او هعمل حول في العينتين. يقول لي طب هي الثانيه فيها حاجه؟ اول ما اقول له انا عامل لك حول في العين اليمين وفي الشمال صراحه، يقول لا انا عندي بس اللي محول. اقول له طب انا محتاج اعمل لك في الاثنين عشان اعرف اوزن الاثنين. فبيستغرب جدا يعني، بس هي دي مش محوله، هي دي طالعه لبره وداخله جوه مقارنه بدي. بمعنى ان لو العين دي الله لا قدر مش موجوده دي عمرها ما هيبقى فيها حول، هيبقى باصص فيها. يعني لو قرصان اللي هو بعين واحده ده عمره ما هيبقى عنده حول، يعني ممكن يبقى عنده كل امراض الدنيا في العين الواحده اللي عنده اللي هو بيغطي العين القرصنه اللي هو قرصان، ممكن يبقى عنده كل امراض العين، ميه بيضاء شبكيه جفن نازل، بس مش هيبقى عنده حول لان ما فيش علاقه بينها وبين العين الثانيه، فما هوش مرض بين العينتين. يعني عمره ما هيروح لدكتور ويعمل له عمليه حول، ممكن يعمل له كل حاجه في الدنيا، كل امراض اليوم ممكن يصاب بيها في العينتين، بس عمره ما هيجي لي يعمل عمليه حول لانه هيعدلها بالنسبه لايه؟ هيصلحها بالنسبه لايه؟ فما هوش مرض في العين، هو عباره عن علاقه بين العينتين، والعلاقه بين العينتين دي بتدينا الصلاحيه ان انا اشتغل على اي عين من العينتين واوصل للنتيجه اللي عايزها زي ما احنا بنبين في الفيديو. ده الشمال صلاحت، ده المفروض هيبقى الشكل بتاعنا بعد العمليه، ده الشكل بتاعنا بعد العمليه. اي نعم ايوه ماشي، يعني ده كده قبل العمليه وكده بعد العمليه. تاني بعد حطيت حركت اليمين الشمال صلحت، بس هو طبعا عشان عارف ان الحول في الشمال فهنعمله في الشمال، لكن احنا في الحول اي شغل لو اشتغلت على اليمين او اشتغلت على الشمال الحول بيتصلح، ما تستغربش يعني. لا لا اليمين لا ماشي، مش هو طبعا زي ما انت سمعت قال اليمين لا، ليه؟ لان دي اللي بيشوف بيها هو رافض الفكره. طبعا احنا بنحترم ده ونقدر نعمل في الشمال ونصلح الحمل، وده اللي عملناه له يعني. بس انا بنحاول من خلال الفيديو هنا ان احنا نشرح ان في الاطفال اللي بيبقى نظرهم كويس في العينتين بنخش نعمل عمليه في العينتين، على الرغم من ان ساعات يبقى عين واحده بس هي المحول، بس لا انا بخش اصلح في الاثنين لان بتبقى النتيجه احسن وبتبقى الشكل احسن وحاجات كتير بتتغير، وبنضغط هنا احنا لازم نعمل في الاثنين. لكن هنا ما بنضغطش ان احنا نعمل في الاثنين او نعمل في اليمين حتى السليمه، لان الشخص هنا بيبقى نفسيا مش متقبل الفكره، وبالتالي انا اقدر اصلح عن طريق الشمال مفيش مشكله او شيء من هذا. فاقد البصر هنا وما ابغى طبعا مليون في الميه، انا الشمال ما بيشوفش بيها لكن اليمين بشوف بيها، مش عايز اعمل ولا حاجه، لكن هو نفسيا الواحد ما يحبش يعمل اي حاجه في العين اللي هو بيقول انا خايف افقد فيها البصر، بقول له لا مش هتفقد فيها البصر ولا حاجه يعني، لكن لو فرض مش محتاجين نخش هنا دي هتتصلح، بدليل ان انا بحط المنشور ده على العين السليمه. شفت تاني قررنا كذا مره عملت، تقول لي انت بتعمل ايه على العين السليمه؟ يعني المشكله أيوة. في العين الشمال اي نعم، بس هو الحول لو انا عملت حاجه في السليمه او في اي عين من العينتين الثانيه بتتحرك معانا غصب عننا، صح؟ فالشمال اتصلحت. فاحنا يبقى هنا يعني هنكرر كتير في اللقاءات بتاعتنا في الفيديوهات بتاعتنا ان انا اقدر اصلح الحول عن طريق العين اليمين، عن طريق العين الشمال، عن طريق العينتين. طب القرار باخده على اي اساس؟ انه بيرجع لخبره الجراح، بيرجع لحالة المريض في بعض الأحيان، لكن في الحول عندي هذا الخيار إن أنا أشتغل في أي عين من العينتين اللي هو علاقة بين العينتين، وده أثبتناه في حالة عبد السلام، ودي كانت البداية. عبد السلام كان بيشتكي من حول، حكى لي القصة، كشفنا عليه، قال إن العين ده اتخبط فيها وهو بيتعلم القرآن وأصيب بيها وخلاص، يعني الموضوع تقريبا كان بنخلص وكنا بنوري إن إحنا بنصلح من العين العين دي، وكان ده سبب تسجيل الفيديو معاك. الان صلحت، فاحنا ان شاء الله هنعمل له عمليه حول في العين الشمال، هندخل العين لجوه كده هيبقى شكلها احسن كتير ان شاء الله. بص على النور بتاعي كده،
احنا العمليه بنعملها في العضله اللي بتشد لجوه بنشدها جامد. أيوه. والعضله اللي بتشد بره بنريحها. بتاخد حوالي ربع ساعه بعد العمليه هيبقى فيه احمرار شديد بس بيقل مع الوقت هيقعد يقل يقل لغايه ما يختفي في خلال شهر ان شاء الله. لكن من تاني يوم بتمارس كل حياتك عادي، تقدر تخرج تروح تيجي تسوق سيارتك تغسل وشك عادي من تاني يوم كل حياتك عادي. عندي ولد في المدرسه وبعدين وديه وجيه عادي عادي خالص. لازم النظارات؟ لا خالص مش محتاج اي نظاره بعد العمليه. عايز اسال اي حاجه نتكلم عنها؟ لا احنا بنتكلم عن هنصلح في اليسار، هنعمل العمليه في اليسار ما تقلقش هنعمل في اليسار. هو هنا بنأكد دايما ان من ضمن مميزات عمليه الحول وان الحاجات اللي ما تخوفناش ان انا دايما اقول فيها حاجتين الحمد لله يعني نادر لما نقوم في اي جراحه ثانيه. اول حاجه الريكفري صفر، يعني مجرد ما المريض اللي بيخلص العمليه يقدر يخرج ويروح ويجي، وزي ما قلت له حتى لو عايز تسوق سيارتك ثاني يوم، لو عايز تشتغل في المسجد عندك عادي من ثاني يوم بيقدر يعمل كله عايز، ياخد دش ويغسل وشه وما يخش جوه عينيه. فدي من ضمن المميزات الكبيره قوي اللي ما بنلاقيهاش في اي عمليه، يعني صعب ان انت تبقى حتى الايد مكسوره اللوز بيبقى فيه شويه حاجات ممنوعات. احنا ما بنمنعش المريض من اي شيء خالص، بنديله قطرات ومراهم وبنقول له انطلق في الحياه طالما انت قادر تعمل اي حاجه. فدي اللي احنا كنا بنوضح لعبد السلام ان هو ما تقلقش ان ثاني يوم كل حياتك عادي. تاني حاجة ان مفيش خطورة على العين، لان احنا بنشتغل بره العين، وبنكرر كل الكلام ده لكل مريض وبنأكده دايما على المرضى، لان اي واحد فينا حتى انا نفسي لو عايز اروح اعمل عملية دايما ببقى حامل هم يا ترى هقعد في البيت قد ايه؟ يا ترى هتعطل قد ايه؟ فانا بقول له لا في عطلة ولا في قعدة في البيت، انت بتمارس حياتك عادي من تاني يوم وده اللي بيحصل. وده كان الحوار اللي كان بينه وبين عبد السلام، وبعدين ابتدينا ندردش معاه شوية ونشوف الدردشة مشي لنا فين. ما شاء الله. طب احكي لي بقى ازاي؟ انت قلت لك الشيخ ضربك والعين دي نظر راح فيها؟ ضربني ونادوا الناس اللي بالقريه قالوا له. انا شايف العكس لغايه دلوقتي، شايف ان حفظ القران مش عايز اقول تسبب طبعا، بس التحفيظ تسبب في ان العين دي راحت. ايوه ماشي اللي عكس الموضوع. هو هنا بيقول لي ان الاصابه دي خليته حفظ القران، فانا بقول له ده انت اللي انا فاهمه ان انت رحت تحفظ قران الشيخ يعني كان بيعاقبك فضربك على العين دي فيعني راحت العين منك. قال لي لا دي كانت النعمة كان فيها يعني النعمة كان الابتلاء ده كان فيه نعمة، يعني الابتلاء ده كان نعمة بالنسبة لي. طب كان نعمة ازاي؟ قال ان هو بعد ما اتصاب الاهالي راحوا للوالده وقالوا له لازم ترفع عليه قضية، فقال لهم لا انا مسامحه في الدنيا وفي الاخرة ومش عايز منه حاجة خالص غير انه يحفظ ابني القرآن. فهو تبنى هذا الطفل نتيجة ان هو اصابه فحس بالذنب ناحيته وابتدى يحفظ القرآن. بس الموضوع الناس القرية جو عند والديه. ايوه لازم تتابع قضائيا. لا والله تتابع قضائيا يعني ترفع عليه قضيه. تمام. ابي لا قال انا هيبه للقران الكريم ما ابغى اتابع قضائيا، انا عدي ابني للقران ومش عايز حاجه من الشيخ عند الله وفي الدنيا وفي الاخره. قال لك انا مسامحه في الدنيا وفي الاخره. الدنيا وفي الاخره. تمام. ايوه هذا اللي حصل. وبعدين قعد يحفظك هو الشيخ يعني؟ ايوه بقى كملت يعني ما حافظ في الاول يعني عندما ضربني وبعد ما ضربني حفظ القران. رحت قعدت تحفظ غير حفظت القران بقيت امام جامع كمان. امام شيخ بقيت شيخ جامع يعني. وعليك يعني هنا بنسميها نعمه الابتلاء، يعني ساعات يبقى في ابتلاء بس في نعمه ان الراجل عن طريق هذه الابتلاء اللي حصل ان في حد تبناه وحفظ القران وبقى من حفظه القران، ودي طبعا حاجه مش سهله وبقى امام جامع هنا كمان في عجمان وربنا يفتحها عليك. يعني في ساعات اصابات كده ما بنبقاش عارفين هي فين بس وراها حاجات كتيرة. كفايه انك حافظ القران الحمد لله والخير والثواب بتاع القران وبقيت في سكه ثانيه بسبب اصابه يعني. نعم. دي من الحاجات الجميله ان الواحد بيتعلم منها ان هو ازاي يحاول حاجه صعبه. انا ما قلق يعني قلق في الدنيا ما قلق والله ان شاء الله. لا والله عندي انا في يقين او امان او اطمئنان. فجأة لقيته ابتدى يعيط، أنا ما كانش فيه في دماغي حاجة، احنا كنا بنتحاور عادي خالص، فجأة لقيت عبد السلام ابتدى يبكي. دي أخته ولا إيه بس؟ استغربت جدا يعني. قالك زعلت ليه طيب؟ دردش سوا ولا قعدة خلصت يعني، فلقيته فجأة بيبكي. قول لي قول لي احنا مش عايزينك تزعل بقى كده يا عم، احنا يعني أنا زي أخوك الكبير، أنت سنك كام سنة الأول؟ فجأة وأنا بتكلم معاه وخلاص يعني تقريبا كنت خلصت كشف ويعني وعرفت قصته وقلت يعني ما شاء الله الابتلاء نعمة. وبنقفل معاه فلقيته كنت خلاص خلصت وتقريبا كان اخر عيان في العياده وهمشي، فلقيته فجاه ابتدى يبكي وابتدت الحوار يختلف شويه، فابتدى اشوف ايه الحكايه يعني بتبكي ليه. شايفك اتاثرت فجاه كده واحكي لي ايه اللي حصل. اتاثرت كنت في فكرناك بايه واحنا بنتكلم؟ تاثرت مع المجتمع. مع المجتمع؟ يا المجتمع نفسه اثر فيك دلوقتي واحنا بنتكلم؟ نعم. طب ازاي؟ طيب احكي لي. تلعب مع اولاد تروح مثلا حد واحد يقول لك كلام يضربك في قلبك بخصوص ايه؟ مش فهمت حاجه خالص يعني بخصوص الحول نفسه. نعم نعم
طب يعني زي بنسميها احنا الكلمه الجديده التنمر يعني. انت تنمر ايوه. اليومين دول هنا؟ لا سنك ده ولا وانت صغير؟ صغير الحين خلاص. وانت صغير؟ كان يقعدوا يعيروك يقول لك يحول يعني. اي نعم. الحين ابني عمره 6 سنوات. ابنك انت؟ ايوه بدا يوعى. فبيقول لك ليه كان عامله كده؟ بابا ليه تصدق انا اول مره اسمع مش عارف حوالي بقالي 30 سنه خلتنا اتاثر فعلا يعني. يعني ابنك نفسه بيقول لك ليه يا بابا انك حتفه كده؟ ما عندي شرح في الموضوع. بس ليش حاجه تقولها له؟ لا ما في. لما ابنك يقول لك ليك ان يا بابا عليك حتفه كده؟ نعم. يعني تقريبا من 25 سنه تقريبا او اكثر. الاصابه دي؟ ايوه. بس انت جواك حاسس انها جابت لك الخير. الحمد لله. ما من هذا النوع. ده اقتناع ولا مجرد انك بتحاول تقول لنفسك؟ لا 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 انا اقتناع. اقتناع. جبت لك الخير انك حفظت القران بقريب من ربنا اكتر. ما قلق من يعني انت احسن من ناس كتير عندهم حين يوم الاثنين وبيعملوا حاجات كتير مع اللي حفظوا حتى صوره ولا ايه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما عندي تاثير نصوب يعني كل شيء. اه بس انت ديتك زعلت فجاه يعني افتكرت زمان التنمر ولا دلوقتي؟ التنمر هذا اللي قال كان ايه اللي بيحصل طيب؟ احكي لي عشان برضه الاب يعني مثلا اذا تعاركت مع حد يعني شديته مع طفل ولا حد اثر عليك يقول كلمه تخليك تضرك في قلبك. الكلمه زي ايه؟ أعوار أو حولة أو الأعمى أو كذا خليك يضرك في قلبك يزعلك معناه يزعلك. طب كنت يعني بترجع لبابا وتقول له أنا زعلان وكذا وحصل كذا؟ لا ما أقدر يعني. كنتش بتكلم حد؟ خليها في قلبي. تخليها في قلبك كذا. طب وإمتى تخلصت من الإحساس ده؟ يعني إمتى حسيت إن ده؟ أنت جيت الإمارات. لما جيت الإمارات هنا؟ نعم. إشمعنى بقى؟ ده أنت جيت الإمارات بقالك كم سنة؟ تقريبا 8 سنوات. طب 8 سنوات كان عمرك كم سنة لما جيت هنا؟ تقريبا 29 كان عمري. طب يعني انت لغايه 29 سنه كان في حد بيضايقك؟ تقريبا اذا مثلا حصل شيء في مع الناس او كذا لازم انسان يحصل فيه خصام او شيء او كذا او فالناس كانت بتضايقك وقتها؟ نعم نعم حتى في النظرات انت التعامل مع الناس نفسه. فهمت علي؟ ما انت بتبقاش عارف هو بيبص لك. ما هو لما انت بتبص له الحمد لله عندي احساس. طبعا طبعا اكيد اي حد مش انت بس. ايوه ما تبقاش عارف انت بتبص لك ولا بيبص لحد تاني. احس يعني الانسان يحس اذا حس. عندك نقص تحس. طبعا صح. ولكن هذا اذا من عند الله عز وجل الواحد بيراضي ربنا. لكن لو في حاجه نقدر نغيرها نغيرها الاحسن ليه؟ ما نعملش ليه كده؟ الحمد لله. لكن الحمد لله. ابنك عندك كم طفل؟ كم؟ عندي 3 ابناء. 3؟ أيوة. وكلهم برضه بيقول لك ليه كده عامله كده ولا واحد فيهم؟ واحد اللي واعي. واحد اللي واعي ده شيء. واحد صغيرين. واحد اللي واعي. اول ما وعي يقول لك ليه بابا عليك عامله كده؟ نعم. اول ما وعي يقول لك يا بابا عليك عامله كده؟ تقريبا من شهر. من شهر واحد بس؟ ايوه. ابتدى يقول لك ليه عليك عامله كده؟ ليش هذا؟ لما كبر بقى من شهر واحد لما ابتدى يبقى عنده وعي. ايوه ابدا يوعى. انا حسيت. بدا يكلمني عند الاكل او شيء يقول لي بابا ليش ما تشوفي يا سيده؟ ليه ما تشوفي يا سيده؟ هو مش عارف انت او حاسسك مش مركز معاه. ايوه هو ده اللي زعلك. ايوه انا مع العلم انا شوفي لكن هو متخيل ان انت العيال الثانيه دي مش رايح عليه. مش فاهم. نعم مش فاهم. ليه ما تشوفي يا سيده؟ انا ابغيها اسوي العملية ان شاء الله واذا نجحت قبل ما يزيد يوعى اكثر. طبعا صح عشان الموضوع يروح من دماغه ما يزعلوش يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حتى يعني. هو ما يحصل له تنمر. طبعا مع الاولاد في المستقبل يعيروه بابوه. اي نعم حتى هو ما يحس يعني صح. كما حسيت انا. يعني هو كان انا دايما اتفرج عليه ويعني ما بزهقش ان انا اتفرج عليه. يعني بحس بقد ايه المأساة هو كان عايشها وكتمها في قلبه وفجأة انفجرت. يعني احنا يمكن نشوف اللي عنده حول ويعني او اي حد فينا ساعات بيبقى عنده اصابات وبيبقى كاتمها نفسيا. يعني هو نفسه بيقول وانا صغير كنت ببقى بيزعلوني ما بروحش اشتكي لحد بس كنت بخش غرفتي ابكي او اقعد زعلان يعني. فطبعا مع الكتمه لما احنا فتحنا الموضوع ابتدى يستشعر هذا الالم وحصل البكا ده. لكن اللي كان جديد بالنسبه لي ولاده يعني انا ان هو يبقى زعلان وان هو يبقى متضايق ده كان يعني دايما نسمعه مش بالحده دي كانت صراحه يعني مش بالحده دي من حد كبير بالذات يعني. لان طبعا دايما اللي بيكشف عندي بيبقى يعني اي حد يحاول يخبي حجم المشكله او يبسطها شويه. لكن لما بنخش معاهم بنلاقيها لا كانت مشكله كبيره حقيقه على مدار سنين طويله عامله لهم ازعاج. لكن كان الجديد بالنسبه لي ان ولاده كمان
لما بيقعد ياكل معاهم ابنه بيقول له بابا انت مش باصص لي ليه؟ مع ان هو باصص له، يعني السي ده يعني مش باصص، مش مطالع، مش باصص عليا ليه؟ مع ان هو باصص له، بس عنده عين الحوله رايحه هناك، فالولد الصغير حاسس ان ابوه باصص في حته تانيه، فكان الموضوع بيوجعه نفسيا، وهو ده اللي جابه، يعني هو مش جه عشان الحول بالنسبه له. اول طبعا على فكره ما كانش يعرف ان في عمليه وان في تصحيح حول، يعني يمكن الجزء ده مش موجود، لكن هو فوجئ ان في حد عمل عمليه حول وتحاول يتصلح، وعرف منه عن طريق ده هو جن او جالي. لكن هو اللي تعبه نفسيا ان ابنه ابتدى يقول له بابا انت مش باصصني، كل ما يكبر هيحس ان كده اكتر. اللي بقى خوفه اكتر واكتر، واللي هو كان بالنسبه لي جديد خالص، ان هو خايف ان الولاد بعد كده يقولوا له يا ابن الاحول او يا ابن الاعور او ايا كان الكلمه يعني. فهو حس بالمسؤوليه تجاه ولاده في ان هو مطلوب منه يصلح عينيه عشان ما يحطش ولاده في موقف محرج نتيجه الحول. عيب بيبقى يعني حاجه صعبه، يعني انا شخصيا لما هو بكى يمكن الواحد مسك نفسه انه ما يبكيش مع بكاء، ويحس بالازمه النفسيه دي اللي هو موجود فيها طول السنين دي، ويحس بالمسؤوليه ان هو محتاج يصلح الحول ده. ومن هنا بيبقى مش هدفي ان احنا نوري فيلم مؤثر، انا هدفي ان احنا نقول ليه لما بيجي عندي اب وام ومعاهم ابنه عنده حول، ليه احنا ساعات بنبقى عنفه شويه بنقول له ارجوك صلح له الحول عشان خاطر صلح له الحول، ليه بنبقى يعني حريصين على كده؟ لان طبعا اي مريض بيروح عند اي دكتور بيبقى اول حاجه تيجي في بالها، ترى الدكتور ده بيشتغلني، يا ترى الدكتور ده عايز يعمل شغل وعايز يعمل عمليه عشان ياخد فلوس، يا ترى هو طبعا عنده كفاءه، يعني في اسئله كتير تتعلقها بالطبيب قبل الحاله بتاعت ابنه كمان، يعني ثقته في الدكتور اللي قدامه وما وراء الدكتور اللي قدامه جزء مهم جدا، وبعد كده بيجي من وراها طبعا اسئله خاصه بابنه، بس الاول الشخص اللي قدامه ده هو يعني. فاحنا انا ببقى من الناس اللي ببقى يعني ايه عايز اقول ابوس ايدك دخله نصلح له الحول وهو صغير، عشان حاجات كتيره انا مش عارف احكيها لك كلها، يعني مش عارف اوريك الفيلم ده كله ولا اقعد احكي لك قصه ده ولا ده ولا ده على مدار القصص، يمكن بحاول اشارككم معايا في بيحصل معايا في العياده، لان هو يعني كل هدفي ان انتوا تشوفوا اللي انا بشوفه في العياده وتحسوا قد ايه بيبقى الموضوع اصرارنا على اجراء عمليه الحول وتصليح الحول لاولادنا او بناتنا او لينا او للشخص نفسه موضوع مهم، لان هو فعلا موضوع مهم شفنا فيه كتير جدا، بنشوف فيه مواقف كتيره جدا، وبنعرف الطفل ده مش دلوقتي وعمره سنتين لو جاي لي ولا 4 سنين، ده بعد 6 سنين هيبقى ايه موقفه، وشفته عند 10 سنين عنده حول وايه موقفه، وشفته هو داخل يقدم على كليه عسكريه وهو ايه موقفه، وشفته هو بيتجوز وايه موقفه، وبيقدم على وظيفه وايه موقفه، وشفته بعد ما خلف زي كده ايه موقفه، ان هو تعبان نفسيا وان بقى عنده مشكله مع اولاده يعني. فالموضوع بيبقى ليه ابعاد كتيره احنا بنبقى عايشينها، ومن هنا بيبقى اصرارنا على تصليح الحول لو هو في حاجه تتعمل بيبقى مهم جدا. نكمل نشوف ايه الرساله اللي كنا عايزين نقولها حسيت من الجزء ده. صح صح فهمت علي. والله انت انسان عظيم، وهنرجع نقول ايه يعني ساعات ربنا بيخلق من يعني زي ما بنقول بينزل الرحمه لازم. قبل الابتلاء او ممكن هذا الابتلاء يكون سبب دخول تدخل الجنه يعني طبعا حافظ القران 100%، انت حافظ القران ده ما هو ده يعني طريق للجنه. طب ليه بتبكي تاني؟ طب ما تزعلنيش بس دي يا عبد السلام، ده انا سعيد بالقعده معاك النهارده جدا والله يعني. طب ليه بس طب ليه الزعل؟ تفتكر الابتلاء ولا ايه اللي بيزعلك؟ افتكر جوي الماضي. افتكرت ايه؟ افتكرت ايه يا عبد السلام؟ طيب قول. افتكرت الماضي. افتكرت الماضي طبعا. هو عبد السلام انا سعيد ان احنا بنسجل معاك، ليه؟ لان انا بيبقى عندي مشكله مع الاهل وعندهم الاولاد الصغيرين، يعني بيبقى عندهم حول، ودايما اقول لهم عشان خاطر يصلحوا الحول، وهم كتير جدا يبقوا مترددين، خايفين من البنج وخايفين من كذا، بس ما يعرفوش ان ابنهم بيعاني في المدرسه. صح. وبيعاني مع الاولاد الصغيرين. صح. وبيعاني مع نفسه لما يبص في المرايه. صح صح. بيبقوا متخيلين الموضوع بسيط والله، عشان كده حبيت اسمع منك يعني. انا جاي وخايف. خايف من العمليه؟ أينا. طبعا صح، بس لما احنا بنطمنك مو خايف من خايف ما تنجح. لا تنجح ان شاء الله، ما تبقى الحول يروح خالص 100%. ممكن وهنصور معاك تاني بعد العمليه ونبوسك ونحضرك يعني ان شاء الله. ان شاء الله تدعي لنا اهم حاجه. ان شاء الله دي بس عندي كده بالدنيا كلها إن شاء الله. بس ممكن يعني مش عايزين منك حاجه. انا الحين ما عندي الم فيها. لا فيش الم ولا اي شيء خالص. انا الحين ما عندي الم واحس ولا بشيء منها. قلت بعد العمليه ممكن يحصل لي شيء، يصير لي شيء، مفيش يعني حساسيه ولا اي شيء ولا كلام او كذا ولا اي حاجه من الكلام ده كله. هو احمرار بيقعد معانا اسبوعين ثلاثه، هيبقى رخم شويه، هيضايقك، معلش استحمله بس بيروح. لكن عينك مفتوحه
بتنزل شغلك عادي تاني يوم ان شاء الله، بتروح خد بوتك عادي، بتقرا قرانك عادي، بتعيش كل حياتك عادي ان شاء الله. ماشي ان شاء الله. زكاة. انا سعيد بك، مشكور. وانا كذلك، وانا كذلك. جزاك الله خير، ربنا يخليك. يعني رب صدفه الخير من الف معاد. انا ما كانش عامل حساب ان انا ارجع، بس يمكن ان نصيب ارجع عشان اقابلك والتقي بك. والله يا اخي من 25 سنه ما بكيت ولا تاثرت. يعني كويس ان احنا نمسح اللي فات عشان نبتدي صفحه جديده تبقى حاجه حلوه. صحيح. يعني صحيح. يا رب. كل اثر بالصغر اروح البيت احيانا لحالي معزول ابكي. يا بسبب الحول تبكي. بسبب الحول؟ لا بسبب التنمر. تنمر. انا فاهم بسبب التنمر اللي بيحصل. صح. ده وانت صغير ولا بسبب انت صغير كنت تروح تبكي؟ لكن الحمد لله اقتنعت. يعني هذا قضاء ربنا واستسلمت له وخلاص. يعني قضاء وقدر. لا ان شاء الله. ما نقول الشيخ اللي قال لك ان احنا ممكن نصلح لك الموضوع عندنا في المغرب هنا ان شاء الله. هو اللي خدمنا وخدمك، وان شاء الله نطلع عند حسن ظنك يعني، وتكتشف انك الموضوع ده كان يتحل من زمان ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله، إن شاء الله. يعني لا ما كان عندي فكره، ما كان لا 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 بيتحل وتبقى يعني انت شفتوه. يعني احنا مش فيش تعبير اكتر من تعبيرات وجهه وطبيعته. يمكن هو البكاء يمكن على شفايفه. هو نفسه بيقول لك انا ما بكيتش قبل كده، كنت متماسك ماسك نفسي. لكن غصب عنه لما بيرجع لورا ويفتكر الذكريات اكيد. يعني لو قلنا له حكينا بقى حكينا قصص وقصص على الاولاد اللي كانوا بيضايقوه، الناس اللي كانت بتعايره، والكلام اللي كان بيتقايله بيتقال له، كل ده هو بيخزنه جواه وبيركنه ويتجاهله ويعديه يعديه يعديه، وجا في لحظه انفجر وطلع بيه. فهو لا شك ان الحول من الاشياء اللي بتاثر نفسيا، واللي احنا بنقول لو نقدر نصلحه خلينا نصلحه. يعني كل ما نقدر نحسن ونغير ونخلي الدنيا احسن ليه ما نعملش كده. يعني نشوف بقى اخر جزء لما عملنا العمليه. عبد السلام النهارده لا هنعمل لك العمليه زي ما اتفقنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يكون عند حسن ظنك كده ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ايه احساسك بقى النهارده كده وانت معانا في العمليه؟ مبسوط الحمد لله. عندي امل ان شاء الله. لا لا الامل موجود بقى مش تهزر. ومتوكلين على الله عز وجل. ايوه دي اهم حاجه، توكل على الله وسيب على الله كده زي ما اتفقنا، والدنيا هتبقى كويسه ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. هنعمل عمليه في العين اليسار ان شاء الله. ان شاء الله. يعني العمليه كلها بتاخد زي ما قلنا تلت ساعه. لوكال انستيشيا. اوكي لوكال انستيشيا ان شاء الله. خلاص جيب مي بقى سام تايم تو ريكورد. يا اتس اوكي. هناخد طيب اوكي هناخد ربع ساعه العمليه ان شاء الله. نص ساعه ربع ساعه. وبعد العمليه عشان احنا بنجي موضعي يستحسن ان احنا نقفل العمليه. انت بتشوف بيها ولا نظر فيها ضعيف؟ ضعيف جدا. طيب ممكن نسيبها مفتوحه مش هيبقى عندنا مشكله. بس طبعا واخده بنج موضعي فبتبقى العين ما بتتحركش بعدها ان شاء الله. ما يبقاش في حركه في العين. فهنسيبها مقفوله كده لغايه بكره. وهحتاج بقى اشوفك متابعه النهارده الاثنين الحد الحد. اشوفك الجمعه في العياده ان شاء الله. عندي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله مش هيبقى في الام، هتبقى العين حمراء بزياده. نعم. بس الحمار ده بيروح مع الوقت زي ما اتفقنا يعني. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. كيف العمليه ابغى اعرف يعني؟ العضله اللي بتشد العين لجوه بنقويها، والعضله اللي بتشد العين لبره بنضعفها. يعني بنضعف عضلات ونقوي عضلات. يعني هي كلها بره العين، حوالين العين. يعني مش بنخش جوه العين من جوه، لكن حوالين العين نفسها. يعني مو يعني داخل سواء. لا لا مش داخل على بره. لا من حوالي من بره، مش على الجفون، بنقصد بره يعني حوالين العين في البياض. يعني في البياض. ايوه ايوه مش جوه العين. جزاك الله. فبالتالي احنا العين من جوه، عشان كده من اول بكره اول ما تشيل الغطاء. لا ممكن يعني تصلي تنزل شغلك تسوي كل دوايا، بس العين هتبقى حمراء زي ما اتفقنا. حمار جامد المرضى ياخد 3 4 اسابيع ويختفي. لكن من بكره او من اليوم حتى تقدر تصلي، تقدر تستحمى، ما تخش جوه عينيك. ان شاء الله. كل اللي تبغى تسويه سويه، ترجع عجمان عادي، كل حياتك عادي ان شاء الله. بالنسبه للحول ممكن ترجع حول لجوه؟ لا خالص. لا لا خالص خالص. اكيد مش موجود. اكيد ان شاء الله. ان شاء الله ندخل العمليه ان شاء الله. ربنا ان شاء الله تندعم على خير. عبد السلام ان شاء الله. يعني متفائلين يعني. دخلناها اوضه العمليات. العدسه بيضاء. عملنا عمليه تحت بنج موضعي. على فكره احنا نقدر نعمل حول تحت بنج كلي، بنج موضعي او عضله. اتفقنا هو بنج موضعي فمش حاسس بينا. هو مش حاسس عشان شغالين. هو بيتكلم معانا بعدين بقى ان شاء الله. بيتكلم معانا عادي زي ما انتم شايفين. فنقدر نعمل عمليه تحت بنج موضعي. وبعد ما خلصنا واخدين بنج في العين، فيعني صاحي ما فيش حاجه اكسجين وما فيش اي انابيب ولا حاجه. فحتى الحول نقدر نعمله باي شكل من الاشكال لو في صعوبه مع البنج كلي. وده كان يوم الجمعه يعني بعد العمليه بخمس ايام. على فكره ما شفتوش بعدها يعني. هو دي المره الوحيده اللي شفته فيها. فكر يمكن جالي مره كده بسرعه، لكن لو شفنا هنلاقي ان الحول العين فرق كبير قوي بين الشخص ده والشخص ده. وكان سعيد جدا جدا. هو مشوار بعيد عني شويه يمكن عشان احنا مشغلين الجمعه على فكره في دبي. فالحول اتصلح وبعدها بخمس ايام كانت عين حمراء. وكان مبسوط جدا وبيشكرنا بالدعاء وبعت لي ناس كتير جولي عن طريقه يعني. يعني
عبد السلام نموذج قوي جدا للتنمر ومشاكل الحول على مدار السنين اللي هو بيتراكم. وهو نفسه كان بعت رسالة أو من خلال كلامه رسالة بيقول لو في حول يا ريت نصلحه، لأن مشاكله تمتد لأبنائي حتى أنا كمان، يعني ابني الصغير اللي عمره 2 أو 3 لو عنده حول مشاكله هتمتد مش ليه هو بس، ده لأولاده حتى بعد كده، يعني الأحفاد، الأب اللي هو خايف على ابنه وبنته من إجراء العملية، وهو خوف ملوش أي مبرر، البنج سهل، الدنيا سهلة، تعقيم من الرجوع للحياة بعدها بكام ساعة، الخطورة احنا مش عارف حوالين عين، يعني احنا شرحنا ومرة هنبقى نجيب بالعين كده ونشوفها ونشوف العضلات بتاعتها ازاي كبلاستيك كدمية كده، ونوري العضلات وبتشتغل ازاي والعملية والعضلات والكلام ده كله، كله في البياض اللي حوالين العين ما بيخشش جوه العين، عشان كده بيقول احنا مش خايفين على العين، مفيش خطورة من العملية. الطفل بعدها بيدعك في عينه، بيستحمى، بيغسل وشه، بيتنطط مع السرير، بيلعب مع اخواته، لان احنا عارفين هو طفل مش هنعرف نغطي عينيه حتى ولا نعرف نكتفه يعني. فكلها مخاوف. البنج الحمد لله احدث حاجه في الدنيا دلوقتي، بقى سيف جدا، يعني كل حاجه قصدك كلها مخاوف غير قائمه قصاد ضرر كتير جدا خفي وموجود على مدار السنين، وحيدان الطفل يعاني منه على مدار السنين نتيجه ان احنا ما خدناش قرار احنا نصحنا بيه. يعني انا لو قعدنا نتكلم عن عبد السلام، انا عبد السلام كتير، يعني احنا اختصرنا الفيديو لان كان بيننا حواراته طويله حتى في النص، لكن هو فعلا كان شخصيه جميله جدا، وبنشكره ان هو سمح لنا ان احنا نذيع الجزء ده هو ونسجل معاه ونذيع الكلام ده كله، واعتقد ان احنا يعني مدينين له ان احنا حتى فهمنا مشاكل الحول اكتر يعني.